بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يرونه ينواني يتروي له الإيمان بالملائكة. يمرو أمني إس ملائكة. الملائكة خلق من عباد الله نزوم بزمن يزم سبحانه وتعالى. خلقهم الله عز وجل من نور يزم سبحانه وتعالى أوام بهنور أو جانليا wanduwanu ikawa kia wazi mbadazahi na wazi toazahi. Hamuhimidi ya mnyezi ngu na mfumbua dayi mabada na dunga za amri zahi na utuini zuka watahau. Kala Allah Ta'ala mnyezi ngerongo, la ya asuna Allah ma amarahuma ya faaluna ma yumarun. Waka juasi mnyezi ngu zuka mnyezi ngu waamurisha, wafanya zuka waamurishua. Na wawo zuzumbe zengi ikawo, kawo si mwaziju wawo ya anda diyao na kata mnyezi wa ta'ala. Na amini zimaleka zino, ino asuli mingonowe usuli ya hei intikadi ya hei dini. Yoka itimu imani ila umoja wa amini zimaleka. Na wawo ngwadungawo, ngwadungawo nungwone kawo zipanashia wanapano. Ya anda ahia rasuju wa ukao amini ya imani ikao ya kweli, ukao zimalaika zinunga zipalana o. Na hizo zumbe ikao mnyezi ngu wa zumba azibeleha. Arungone sahuna andari imani bismi manthabata ismu. Asu amini dina miungola madina hewa ukao zimalaika ikao madina hewa thibitishia. Maru Jibrilu na Mikail na Israfil na angina alayhi musulatu wa salamu. والإيمان بأوصافه من ثبت صفاته وصفه إن أمين صفاته كاو ذاتبيتي يكاو صفاته موري زكذا وزجاوي وصفه جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح كوينا 600 يمابوا بلي سد بهم الأفق يعني كبل يبيع ما بينقو الإيمان بأعمال من ثبت عمله نرسو أمين زي عمل زهو زو كذا ثبتي منهم جبريل عليه السلام وكل بالوحي كجبريل عليه السلام ويأكلوا يهو فيا وحي وبليا وحي ولا ملك الموت أو أكلي يوا ويورن غزروه زي وندم نهى إسرافيلي ويأكلوا لوفودي الجوجو وميكائيل أو أكلوا وشكزي مفوع ومنهم الموكل بحفظ عبد في هله وترحاله يعني كون وي ملائكه كاي فاضي من دم وانا ليو نا كاتيكا وانداو حواز احوال زي بيا نديرم نه بيا نولي وان ريكو ميزون سبتالا ونسا له معقبات من بين ايدي من بين يدي ومن خلفي يفضونه من امر الله يعني كاو ملائكه زي كاو دائما ابدا بيلي نا نيوما زوفادو از امر زمي سبتالا ومن غنا واز ملائكه كانوا بارو حملت العرش يلي كاي بغي عرش ميزيمغو غوي كاو با زوار البيت غوي كاو با نمبا ولا دانا وزور البيت المعمور يكال يو بينغوني قال النبي صلى الله عليه وسلم تو يسا سانغيلونغو رفع لي البيت المعمور تومينغيلونغو با ابينولي واي البيت المعمور انا غات مودسا جبريلو جبريل أنقوا هذا البيت المعمور يلي بيت معموري يكاو بسواليو في كل يوم 70,000 ملك ككلا سوكو بسواليو ملايكا 1070 نكا وانجيا إذا خرجوا لم يعودوا نكا وانجيا وانبابوا ولا وانجيا وانبابوا وكارجيا هايزو بيا هايزو كافانيا ومنهم جل براتنا أواز ملايكة الكرام الكاتبونا نزملك أن تكون في كوز عن زيارة زمان زمان دامو وهو يكون لني موكلون بحفظ أعمال العبد كوز يفضل زمان زمان دامو نوان زيها يخير نشاري إذن هذا في يوم دامو فحرص على سلامة إيمانك يعني قرد إيمانيه بالملائكة هو أمين نزملك زنو من كل شائبة ككلا نونغو وإذن نمركاو اجوي كام ونغونا واز ملائكه امركاو علينا عند وموجا حواز ملائكه زميزي وتعالى بابوي عندي ومنيزيمغو انا كان غوينغو ملائكه موجا منغونا واز ملائكه زميزيمغو وبونغو عندي ومنيزيمغو نيزيمغو كل من كان عندو لله وملائكته امركاو عندي ومنيزيمغو واز ملائكه زاي ورسلي نزميتو مي
وجبريل نا جبريل وميكالا نا ميكائيل فإن الله عدو للكافرين إذا بابا منيزي مغو يعندوي وهم لبادئيو من بابا ينجي كافير إذا هذا بيا تشواب من دامه أميني إيماني هذه ملايكة منيزي مغو سبحانه وتعالى أزبريها هنو هاو جو وكي يفاني هذه عملي كاوز أستحيكي سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك.